جيت باش غندير واحد التلفاز في ميليزكو في 40 وصيفطوني باش غندير نمشي نشد رونديفو من السيبير. كي غندير انا ناخذ في السيبير وقال لي التلفازه محبوسه ما غتطلق حتى شهر واحد وانا عندي موعد نهار واحد شهر 9. يلا خويا اشنو غادي نديرو حنا نموتو؟ ما يمكنش انا نعطل البوله خاصني ناخذ التلفازه باش دير لي البوله والبوله حتى هي قال شدي على رونديفو. الدوايات اخويا ما كنلقاوش ميريزكو فين ما نجيو يوميا كنجيو كنشدو الطوبيس على قبل الدواء ما كنلقاوش والله اخويا ما كنلقاو قسما بالله وعرخيص كاع انا عندي عرخيص 2050 وما عنديش باش غنشري. يلا نموت انايا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الرساله لوزير الصحه يشوف فينا شويه الله يجازيه بخير يشوف المرضى السرطان معذبين بزاف 40 راه رونديفوات قتلونا قتلونا بزاف باش حنا نموت. خواتات انت موتي هكاك عين بين اخويا عين بين خواتاتك كيموتوا قسما بالله انت عبد الله يوميا كتموت مرضى منا على قبل هاد رونديفوات على قبل هاد الشيء. راه واقفه بلا دواء دابا هذا ارسطو كيدير 14000 ريال و200 المحسنين انا تلاقيت مع شي وحدين دابا راه وقفت بلا دواء شهرين غادي تقطع الدواء احنا بقينا بلا دواء وهذا المرض تقول لك الطبيبه المرض هذا الدواء ما خصوش تقطع نهائيا حيت هو اللي كيهبط هذا المرض. انا طالع لي مرض في الهرمونات انا عندي بالزوله يعني عندنا مرض في الهرمونات نكون صير كيدير 14000 و200 وكاين الاخر كناخذو ب 16000 ريال و200 عندي جوج ماركات كناخذهم وديال القواطه كناخذهم وعندي السكر وعندي الطانسي وكلشي المهم الدواء راه كلشي الادويه كناخذ في يد الله انا كلشي تحبس ولكن هذا المهم اساسي والسرطان انا باغا نعيش على ولادي باغا نعيش مع ولادي انا باغا باقي ولادي باقي محتاجيني اللي يزيرني عليه هو الدواء يبقى بنادم بلا دواء راه دقيقه وحده قالت لك انا راه ما نعرفوكش راه ديري تحليه القاطعه العفسي في رايي اهانه ما كاين العلاج ما كاينش يدي اهمال هاملين في حنا الناس الله يهدوهم علينا لكن ما كيبغوا عيالاتهم يعيشوا حتى حنا على المراه اللي شرات الدم مسكينه ما دوزوا ليها لا دم لا تحت وبزاف ديال صاحبتي انا رجع لها المرض شد لها في الكبده وشد لها في العظم ومن سيمانه هي مسكينه سيمانه مسكينه كتمشي وما داروا لها لا الدم لا والو جاو العائله تبرعت وقالوا لها دابا التحليه دخلتي 15000 ريال هاد السيده راجلها وكاريه ب 40000 ريال غير الناس كيعاونوها عندها جوج بنيات صغار ما عندهاش هاد المرض كاين منتشر عباد الله والدريه باقا شابه وكتشوفيها كتموت ما صبر لها الجد عباد الله راه عباد الله ديروا لنا معنا شي حل راه منكر زعما داك راميد كانت دايره فينا خير كبير دابا حيدوا لنا لامو قالوا لنا عندك النقاط طالعين حنا ما عندنا والو ناس مرضين دابا انا والله العظيم عندي الراديو عندي الدواء عندي الشوكه كدير 70000 ريال عندي دواء العظم كلشي عندي غالي ودابا هما عطاوني راديو عطاوني تحاليل كثيرين وما عنديش باش نديرهم ودابا قالوا لي راه مبلوكي لك لامو يعني راه مدوزو لك بلاصه الخلاص انا ما عنديش كيفاش انا لا يعقل انا مرضيه سرطان عندي الادويه غاليه عندي الدواء بزاف غالي شهريا ما عرفتش انا شوف واش حكموا علينا بالموت واش ما عرفت شنو راه حشومه هذا الشيء والله العظيم حنا كنطلبوا غير بالادويه وكنطلبوا وزير الصحه وفرنا الادويه وفرنا السكانيرات زعما والله العظيم الا محنين قسما بالله تما حنين بالله دابا حبسوا لينا هذيك لامو حبسوها لينا حنا ما خدامه ما عندي حتى شي حاجه ما عندي حتى شي حاجه زعما اللي غادي نقدر نشري بها هذا الدواء ولا واش غنمشي انا نطلب راه لا حول ولا قوه الا بالله وصافي لا حول. الثمن الدواء الدواء عندي الشوكه كدير 70000 ريال عندي الدواء العظم دواء العظم عندي غالي بزاف عندي الدواء عندي كل شهر عندي انا استخوزو الغالي انا دابا موقفه الدواء موقفه كل شيء تحاليل انا دابا عطاهم ليا مشيت حبس ما لقيتش باش نديرهم محبسه كل شيء قال لك لامو محبسينها لك دابا المشكله ديال هاد لامو حنا تلفتنا اقسم بالله ما بقيناش عارفين كيفاش غنتصرفوا ما حلتنا الحاله النفسيه دهورت ما حلتنا المرض ديالنا ما حلتنا هاد لامو اللي ولات كلها مشاكل كلها تبرزيط.